بالسلامة سنة جديدة متعرف عليها شعبية الدنيا أو أسباس المينو، وهي سنة ذات أبعاد ودلالة تاريخية تعكس بين الإرث الثقافي والتشبر التاريخي والحضاري للإنسان. والثقافة الأمازيغية في تحريك مجريات الأحداث التاريخية بحضور بحر الأبيض المتوسط عبر حقيقة تاريخية تمتد إلى ما قبل الميلاد تحت شعار هوية، تنوع ووحدة. تحتفل اليوم جمعية كشف في هذا الحدث التاريخي ذو رمزية إنسانية وحضارية مرتبطة بالأرض والهوية، عكس مضامين أغلب التقويمات بعد الشعوب الأخرى المرتبطة في الغالب بإحساس عقائدية ودينية. ضيوفنا الكرام، باسمي وباسم جمعية تشرويت للأعمال الفنية والاجتماعية، نشكركم ونشكر من ساهم من بعيد ومن قريب، وأخص بالذكر شركة زيت الزيتون وسوس وشركة سوسيتي كافي أصدق لدعمنا لإنجاح هذا الحفل المتميز. بالمناسبة باب الجمعية مفتوح للجميع. يا سوي بيانفيني فيغ لو روا فيغ لو مون. Thank you.
إلى جاه إلى جاه سيدنا محمد الله العاجه علي وسيدي بصحتكم بصحتكم وسيدي بصحتكم سيدي بصحتكم 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 سيدي بصحتكم وإذا غبتم سيدي بصحتكم دم 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 الطريقه
تجاوب الجمهور مدير الله المزيان قال مسكين العقلية يا سليمة غير ناس مسكين العقلية هم اللي كانوا يجمدوا السماء في السماء الغالب واش مبنى هذا